موجز الأخبار المحلية مع مظهر حركة على الشرق الأوسط 1450 AM. الحكومة الكندية تدين التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية وتتمهل في الاعتراف بحصرية التمثيل للمعارضة السورية. توماس مولكير يفند أعمال حكومة هاربر مع ذهاب مجلس العموم الكندي اليوم إلى عطلة الأعياد. نائب رئيسة وزراء كبك يوبخ زميله في حقيبة الثقافة ويؤكد على ضرورة حسن استخدام الأموال العامة. أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين. أدانت الحكومة الكندية بالأمس وبشدة الإطلاق التجريبي لصاروخ بعيد المدى من قبل كوريا الشمالية، معتبرة إياه عمل غير مسؤول واستفزازي ويمثل إرادة النظام هناك في تحدي الالتزامات والاتفاقات الدولية. بيان للوزارة أضاف بأن نظام بيونغ يانغ يشكل تهديدا صارخا للأمن والاستقرار العالمي وفي المنطقة، وهو يختار صرف الأموال وتمويل عسكرة النظام والبرامج النووية، في حين أن الشعب هناك يفتقد إلى أبسط الاحتياجات الأساسية المعيشية. وزير الخارجية الكندي دعا النظام في كوريا الشمالية إلى الارتقاء باتجاه التزاماته الدولية للمساعدة في إحلال السلام والرخاء. من جهة مقابلة، تمهلت الحكومة الكندية بالأمس في الاعتراف باتحاد المعارضة السورية كممثل وحيد للبلاد، بالرغم من قيام أكثر من 100 دولة بذلك ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية. وزير الخارجية الكندي جون بيرد أعلن بالأمس خلال مشاركته في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري أن بلاده تعترف بالإنجازات الكبيرة المحققة وبتمثيلية هذه القوى، لكنه قال في المقابل أن الجواب النهائي على حصرية التمثيل لم يحسم بعد من جهة الحكومة الكندية بسبب عدم حسم أمور مثل قدرة المعارضة على رسم سياسات واضحة ومشاركة اتحاد الأقليات الإثنية فيها، وكذلك ضمان عدم وجود أي مجموعات مؤيدة لتنظيم القاعدة داخل هذا الائتلاف. وصف توماس مولكير زعيم المعارضة الرسمية الفيدرالية والحزب الديمقراطي الجديد خطوة حكومة هاربر بإتمام صفقة بيع شركة نيكسون إلى مستثمر صيني بأكبر غلطة تقوم بها خلال الدورة التشريعية الحالية، معتبرا أن قرار هاربر هو لحماية المستثمرين على حساب الكنديين، بما يعكس عدم المسؤولية التي تمارسها هذه الحكومة أيضا في قطاعات البيئة والاقتصاد وخصوصا على المستوى الاجتماعي من خلال وضع موارد البلاد الطبيعية في أيدي قوى خارجية. كلام مولكير جاء خلال تقديمه لتقرير انتهاء أعمال البرلمان الكندي الذي سيذهب اليوم في عطلة الأعياد، وهو انتقد أيضا كما الحزب الليبرالي الكندي ضبابية وسوء إدارة حكومة هاربر لملف استبدال الطائرات المقاتلة، خصوصا بعد تقديم التقرير المستقل عن أكلاف الصفقة المثيرة للجدل. من جهته، صرح اليوم وزير الهجرة الكندي جيسون كيني بأن موافقة الحكومة الفيدرالية على بعض صفقات الاستثمار الأجنبي في البلاد هي قطعا غير مشروطة بإعطاء الشركات الأجنبية الضوء الأخضر لاستخدام العمالة الخارجية المؤقتة. كان اعترف بوجود بعض الأخطاء المماثلة في قضية عمال المناجم في بريتش كولومبيا والتي هي الآن أمام المحاكم، لكنه سخر من المواقف المفسرة لخطوات الحكومة على أنها لصالح العمالة الأجنبية، جازما بأن ذلك لن يحصل أبدا. وبخ نائب رئيسة الوزراء في مقاطعة كيبك فرانسوا جوندرو زميله وزير الثقافة ماكا كوتو، مذكرا إياه كما سائر أعضاء المجلس بأهمية حسن إدارة الأموال العامة، قائلا بأنه لم يكن ليتخذ القرار نفسه بعقد المؤتمر الاستشاري في ظل التخفيضات في الموازنة وضد نصيحة كبار موظفيه الذين شعروا بأن المؤتمر لا لزوم له. أحزاب المعارضة أدانت تصرف الوزير كوتو وحملت الليبرالية منها المسؤولية إلى رئيسة الوزراء بولين ماروا لعدم مقاربتها هذا الموضوع لغاية الآن، في حين اعتبر التحالف من أجل مستقبل كيبك بأن قرار الوزير افتقد إلى الصوابية وشارك في إضاعة الأموال العامة، في حين أن العديد من القطاعات الثقافية ومن بينها المتاحف الرئيسية قد تعرضت لاقتطاعات كبيرة في موازناتها جراء المشروع المالي الأخير للحكومة. منحت اللجنة الخاصة بتقييم الحالة العقلية للطبيب السابق جي تيركوت، والذي سبق للمحكمة أن وجدته غير مسؤول قضائيا عن قتل أولاده، منحته الحق بإطلاق سراح مشروط مع استمرار تردده على طبيب نفسي وعدم قيامه بالاتصال بزوجته السابقة أو عائلتها.
الطبيب المشرف على تيركوت كتب إلى اللجنة قائلا بأن هذا الأخير أحرز تقدما ملحوظا في علاجه وبأنه أصبح أقل دفاعية وقدرة على التعامل مع الغضب بما يسهل عليه العودة إلى الحياة الطبيعية. في أخبارنا المتفرقة، قرر وزير الشؤون العلاقات الدولية في حكومة مقاطعة كيبك جون فرانسوا ليزي التخلي عن راتبه الجامعي وتخصيصه للمؤسسات التي تعنى بتدريب وتوظيف المحتاجين في دائرته الانتخابية في روزمون في مدينة مونريال. خطوة الوزير تأتي استجابة للضغوط الإعلامية والسياسية التي تعرض إليها لحصوله على راتبين. رفضت محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبك طلب الحاكمة العامة السابقة على المقاطعة ليستي بو بإسقاط دعوى الاحتيال المساقة ضدها لإنفاقها أكثر من 700,000 دولار في غير مجالات مسؤوليات مكتبها. دفوع محامي الحاكمة السابقة أتت استنادا إلى أن ممثلة الملكة لا تخضع للمحاكمة. تأخر عبور الشاحنات على معبر وينتور بين أونتاريو والحكومة والحدود الأمريكية بسبب رفض النقابيين من أفراد وكالة خدمات الحدود الأمريكية العمل والالتزام بوضع بطاقات أسمائهم بحسب قرار الوكالة، الأمر الذي ترفضه النقابة معتبرة أن ذلك يشكل خطرا على حياة البعض منهم. كشف وزير الأمن العام في مقاطعة كيبك ستيفان بيرجيرو عن أن التحقيق في قيام 3 ضباط كبار بخرق قواعد الصرف المالي في دائرة الشرطة أتى على خلفية تدقيق روتيني من قبل قائد الشرطة، معتبرا أن الأمر مقلق للغاية وبأن الضباط استخدموا الأموال المخصصة لتعويض المخبرين لإعطائها كعلاوات تقاعدية لأحد الأشخاص. انتهت أخبارنا، شكرا لحسن المتابعة. الساعة 8:08 باستوديوهاتنا ولا نزال لغاية الساعة بنشهد على بعض المناطق اللي فيها ضباب خفيف بصباح اليوم، مع العلم انه متوقع لليوم طقس متقلب بين المشمس والغائم مع درجتين فوق الصفر، درجتين فوق الصفر غدا الجمعة بظل طقس غائم مع تساقط متقطع للثلوج الخفيفة. نهاية الأسبوع طقس مشمس إنما أبرد لأنه درجات الحرارة رح تتراوح بين 12 درجة تحت الصفر و 8 درجات تحت الصفر مع عودة الغيوم والثلوج اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل. حاليا عم نسجل بموريال 6 درجات تحت الصفر ونشعر ب 8 درجات تحت الصفر. Merry Christmas and a Happy New Year مع الشرق الأوسط.